بنستخدمها لتبييض الاسنان، لان بعض الناس يبقى اسنانهم غامقه. تمام. وده ان هو دي طبيعه اسنانهم، هل فعلا تبييض اسنان هيقدر يفيدهم هيفتح اسنانهم مره ثانيه؟ تمام. انا بنصح برضو المشاهد ان هو ده بيعتمد على المرحله العمريه اللي هو فيها، بمعنى ان هو لو عنده 10 سنين او 18 سنه يبعد تماما عن اي نوع من انواع التبييض، مش قبل 18 سنه يقوم بعمليه تبييض. ليه؟ لان العصب بتاع السنه بيبقى لسه حجمه كبير، فممكن يعمل له التهاب مزمن في العصب، بيعمل له مشاكل فعلا يعني هتاذيه بعد كده. طب ننصح المريض ان هو بيقوم بتبييض الاسنان ان هو يعمل تبييض بعد سن ال 21 سنه او 22 سنه لو سنانه بقى غامقه او صفراء. انما لو واحد سنانه لونها عادي، يعني برضو احب يعني في ناس احنا عندنا الاسنان A1 A2 A3 دي الاسنان اللون الطبيعي بتاع ربنا، فلو هو اسنانه لونها كويس يعني A1 او A2 يبعد عن التبييض. لو في بقى ستينز من السجاير من الشاي هيفي ستينز بقع تقيله قوي، ننصحه ان هو طبعا يعمل تبييض اسنان ويبقى كل 6 شهور او كل سنه مره. ليه؟ علشان ما يأذيش طبقه المينا بتاعته، لان الفكره في تبييض الاسنان ان انت بتعمل عمليه ذوبان لطبقه المينا، فانعكاس الضوء عليها بيتغير وبالتالي تديك لون افتح شويه، فهي اوريدي بتضعف طبقه المينا. مهما يقول لك الماتيريال دي جايه منين، جايه من امريكا جايه من المانيا، هي ماده واحده اسمها هيدروجين بيروكسيد، وفعلا بتعمل اسيد اتشنج، يعني بقى ابحاث بتضعف المينا، نسبه المينرالز في السن قبل التبييض وبعد التبييض بتقل بحوالي 20%. طب بس دي نقدر نعوضها بطرق تانية بعد كده ولا بتفضل نفس المستوى اللي المينا ضعيفه؟ بتعوضها الفلورايد بقى، وما بيبقاش زي الطبقه الاصليه بتاعت ربنا. فبرضه انصح المشاهد ما تلجاش للتبييض كعمليه تجاريه. في دلوقتي طرق جديده للتبييض زي حضرتك اللانسز او العدسه اللاصقه اللي بتتحط في العين، في برضه قشره اسمها الفينير دلوقتي دي موجوده، بتتعمل من غير ما بنبرد الاسنان ولا بنعمل اي حاجه، بناخد بس امبريشنز للمريض وبنقوم ان احنا بنبعتها للمعمل مقاسات. دي بالمعمل بيعمل قشره زي العدسه بالظبط، رفيعه جدا وما تجيش 0.2 او 0.3 من المليمتر، يعني بتتلزق على السنه زي اللانس كده، بيبقى ليها لون المريض. الفينيرز ولا اللي هي اللانسز؟ لا الفينيرز. الفينيرز. طب ايه الفرق بينها وبين اللانسز؟ لا هي اسمها فينيرز، يعني هم بعض الناس بيطلقوا عليها دلوقتي الدنتال لانس، او ان زي هي بيشبهوها بالعدسه بتاعه العين، لان هي بتدي اللون اللي المريض بيختاره. مثلا المريض بيقول انا عايز اللون ده، يروح عامل عليه ويلزق الفينير دي على الاسنان، بتدي طبعا شكل مختلف تماما لشكل الاسنان بالضبط. وبتدي لون، بس يعني برضه بتفضل فتره طويله ولا ممكن في حاجات ممكن تاثر عليها تتكسر تقع؟ هقول لحضرتك على حاجه، هي طبعا يعني بتقعد مش هتقعد مثلا 20 سنه ولا 30 سنه، هي بتقعد مثلا 5 سنين 6 سنين. ممكن لو المريض بياكل حاجات ناشفه قوي ممكن يحصل لها تشيبنج، يتقشر منها حته، لان هي طبعا برضو حاجه رؤيه. وفي الحاله دي يضطر ان هو يشيلها الجزء كله ويحط واحده جديده؟ لا بيزود حتت صغيره على الاسنان. بتبقى مثلا عندنا مواد احنا برضو في العياده ان اوفيس على طول، وهو قاعد بيقوم بتزويد يعني حتى على قد اللي اتكسرت بالظبط، وبتتلزق مكانها وخلاص، يعني ما فيش منها بقى. طبعا برضو الاول حاجات دي ما نزلت كانت تكلفتها اوفر استيميتد، دلوقتي بقت في متناول ناس كتيره جدا. في برضو طريقه جديده من طرق تطبيق يعني تجميل الاسنان، اللي هي حاجه اسمها الكي سمايل او هوليوود سمايل او وات ايفر، ناس كتيره بتطلق عليها اسامي كتيره قوي. دي بتبقى عباره عن حاجه زي البلاستيك كده، بياخد هو برضو امبريشن وبيعملها، المريض بيلبسها لو رايح فرح او رايح عنده حفله او حاجه من غير ما يبرد سنان، وبيشيلها وبيحطها يعني لو في مناسبه، بتدي بقى شكل برضو جميل ولون جميل، وفي نفس الوقت تكلفتها برضو تعتبر يعني في متناول ناس كتير جدا. بالنسبه لتبييض الاسنان، عايزه ارجع للنقطه دي ثانيه يا دكتور، لان بعد تبييض الاسنان لازم الشخص نفسه يبتعد عن نوعيه اكل معينه بحيث ان هي ما تاثرش على اللون سنان اللي وصل له. تمام. فايه هي نوعيه الاكل او الشرب حتى اللي هو ممكن ياثر على اللون الجديد بالنسبه للاسنان؟ تمام. نقدر نقول ان تبييض الاسنان ليها انستراكشنز برضه بعد ما بنعمله. نمره واحد، الابتعاد تماما عن المشروبات الساقعه. مشروبات لان الاسنان تبقى حساسه وقتها؟ لان الاسنان اوريدي لسه خارجه زي ما قلنا طبقه المينا، كانت لو كان المينرالز اللي هي المعادن فيها 99% بقت 80 و70%، فده في حد ذاته ضعف طبقه المينا. فزي واحد مثلا حالته الصحيه ضعيفه وعايز ينزل يجري مثلا يلف التراك، ما ينفعش. فنفس الفكره، ما يبقاش السنه لسه معمول لها بليتشنج والطبقه لسه رقيقه ويروح جاي شارب حاجه ساقعه جدا او واخد ايس كريم او كذا، ده طبعا بيعمل بالب شوك، ممكن الوجع ده يفضل قاعد معاه فتره يوم كامل، وساعات بيعمل التهاب في العصب مزمن. فبننصح المرضى ان هم يبتعدوا، او المشاهد ان هو يبتعد بعد عمليه التبييض تماما عن الحاجات الساقعه. الحاجات السخنه قوي برضو ممنوعه، يعني لو دافيه مفيش مشكله،
لو ظهر عليه في اول يوم يعني من موضوع التبييض اي مشكله سنسيتيفيتي جامده، حساسيه جامده، حاسس بوجع ما بينامش، لازم طبعا يتجه ايميديتلي لطبيب الاسنان، لان ده كده حصل مشكله بسبب التبييض. عشان كده التشخيص قبل التبييض مهم جدا، يعني مش اي واحد ماشي في الشارع يروح قاعد مبيض سنان، لازم اشخص طبقه المينا دي لو انا عملت لها تبييض في حشوات في تسوس. يعني مش جاست انا هبيض سناني وخلاص، عشان حرام انت ممكن تاذي الكلاينت بتاعك او العميل بتاعك وانت مش دريان. يعني ممكن يبقى عنده تسوس، عنده ضعف في طبقه المينا، ممكن يبقى عنده التهابات في اللثه، واروح اعمل له تبييض طبعا ده هيأذي اللثه وهيأذي طبقه المينا. فننصح ان هو يبتعد عن حاجات الساقعه، عن الحاجات السخنه قوي، يبتعد عن المشروبات اللي هي القهوه والشاي والسجاير، لان دي طبعا انت لسه عامل وايتنينج فطبقه المينا فريش هتأثر على لون، فممكن تنفص الحاجات اللي انت بتاخدها دي وتعمل ستيننج اقوى وازالته هتبقى اصعب بكتير من الستين العادي. دكتور مصطفى للاسف وقتنا